النادي الاهلي النهارده استأنف تدريباته بعد اجازه قصيره جدا يا دوب التقاط الانفاس ما اخدتش 72 ساعه تم استدعاء الفريق اليوم على عجل بعد ما اتحاد الكره عد الجدول الدوري وتقرر او تحدد الاربعاء مباراه او موعدا لمباراه الاهلي ووادي دجله بدا على الفور التدريب النهارده انا عايز اسالك سؤال اسال دلوقتي انت قلت هتلعب 3 ماتشات من غير اللعيبه الدوليين انت كده النهارده وعندك ماتش بعد بكره استرديت اللعيبه الدوليين اللي راجعين من اليابان؟ النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ هيقعد مع مستر بيتسو موسيباني اللعيبه خدت راحه من التمرين النهارده على اساس مستر رحم السفر ايوه يحدد موقفهم المباراه الجايه انت وصلت النهارده آه. مصر صعب تلعب طبعا وقلنا قبل كده انك انت بتروح عشان تتاقلم بتاخد وقت وترجع عشان تتاقلم تاخد وقت تاخد وقت على ما تستعيد كان ممكن جدا جدا كل الجدول ده يبتدي يوم سبعه مم. فندي فرص شبه شبه عادله ان اللعيبه الراجعين من المنتخب اللي على فكره كل اللعيبه اللي هتلعب بس في في لعيبه هترجع تلعب مع انديتها يوم سبعه ما دي خدت وما حدش هيلعب دلوقتي الا الاهلي ودجله انت اللعيب جاي لك النهارده من اليابان هو مش م. جاي من اسكندريه من اليابان وهيرتاح النهارده هيتمرن بكره عشان يقول لزمايله انا رجعت وقولوا له الحمد لله على السلامه هيعمل ايه ده جانب من التدريبات مستر بيتسو موسيماني عمل محاضره فنيه مهمه للعيبه قبل المران علشان يقول طبيعه الفتره اللي جايه لان دي بعد اعلان جدول الدوري بالشكل المضغوط قوي بقت المساله محتاجه حاله طوارئ فنيه عاليه جدا خصوصا ان طبعا في حالات اصابات رامي ربيعه شارك في التدريبات بعد ما تعافى من اثار كدمه كانت لحقت به في مباراه اسوان بدر بنون وايمن اشرف بيتش موسيماني لاحظ اجهادهم شويه فمدلهم الاجازه كمان يوم وليد سليمان بيأدي تدريباته التاهيليه في الملعب وبقيه اللعيبه دخلت في المران بشكل كويس لكن زي ما قلت لكم سداس المنتخب الاولمبي الشناوي وبيكهام واكرم وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر فضل الجهاز الفني وطبعا احمد رمضان بيكهم ونصر ماهر كمان فضل موسيماني ان هم ياخدوا راحه على اساس يقرر بكره ان شاء الله اذا كان هيحتاج حد منهم يدخل في تدريبات الغد ولا هيكملوا اجازتهم لما بعد مباراه وادي دجله بكره الفريق ان شاء الله هيعمل المسحه الطبيه الخاصه بالمباراه نتمنى الجميع يكون في احسن حال من ناحيه الصحيه من هذا من كورونا على الاقل اما التعافي العضلي ده مطلوب بقى للناس اللي فاهمه اكتر مننا في الاعداد والكلام ده